هكذا تبدو شوارع لندن هذه الأيام، مكتظة دائما بالمارة، خاصة الراغبين في التسوق قبل بدء الإجازات. ولكن وسط المتسوقين هناك عيون ترصد الأشياء الثمينة وتترقب اللحظة المناسبة للانقضاض عليها. النشال ينتهز الفرصة، إنه يبحث عن أي شيء يعلن عن نفسه، سواء حقيبة تتركها أسفل مقعدك في المقهى أو إذا كان جيبك مفتوحا ليظهر هاتفك داخله. الشرطة البريطانية أطلقت حملة واسعة النطاق لنشر الوعي بخطر النشل، خاصة في فترة الأعياد. وسط زحام شبكة المواصلات في لندن يتحرك عدد كبير من رجال الشرطة المتخفين، يبحثون عن أي شخص مثير للشبهات قد يكون مندساً بين الركاب لسرقتهم. ألقينا القبض على لصوص من أمريكا الجنوبية وشرق أوروبا وبريطانيين أيضاً، يعملون بشكل فردي وجماعي، وعادة ما يتنقلون بين المدن ولندن إحدى محطاتهم. وفيما تقول الأرقام إن معدل السرقات انخفض في شوارع بريطانيا بنسبة 16%، يرى كثيرون أن الخطر ما زال قائماً. كنت في مترو الأنفاق حين سرقت محفظتي، لم تكن مؤمنة، وهذا خطأي أنا. تعرضت للسرقة مرة واحدة طوال 20 عاماً في لندن، لا أراها مشكلة كبيرة طالما تأخذ حذرك في الشارع. لا تقتصر المشكلة إذن على شوارع لندن وشبكة المواصلات فيها، ففي كل مكان مزدحم في بريطانيا تقول الشرطة إن المشكلة قائمة وبقوة، بل أنها تتفاقم في مواسم الأعياد حين يزداد عدد السياح وتكتظ مراكز التسوق بهم. لهذا تكون رسالة الشرطة التي تتكرر باستمرار: احترس من النشالين. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لندن.